تقول في سؤالها الأخير: هل يجوز للمرأة إذا رفعت الهاتف أن تبتدئ بالسلام حتى ولو رد عليها رجل؟ إذا كان لها حاجة تريد أن تكلم هذا الرجل في حاجة مباحة، فإنها تبدأ بالسلام، لأن السلام مطلوب بين المسلمين الرجال والنساء، لكن لا يكون ذلك بممازحة أو مضاحكة أو بصوت يطمع الرجل بها ويفتن الذي في قلبه مرض، بل يكون بكلام عادي ليس فيه خضوع وليس فيه ترخيم وليس فيه ممازحة ولا مضاحكة مباسطة، وإنما تكلم الرجل بقدر الحاجة فقط بكلام عادي. قال تعالى لنساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم.